السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. درسنا اليوم عن وسائل النقل القديمة والحديثة، وسنتعرف عليها الآن. كانت وسائل النقل في العصور القديمة بطيئة جداً، وكان الناس يتنقلون مشياً على الأقدام ويحملون حاجاتهم على ظهورهم أو رؤوسهم، ثم أخذ الناس يستعملون الحيوانات مثل الحمار. الحمار من وسائل النقل القديمة. الحصان. الحصان من وسائل النقل القديمة. الجمل. الجمل أيضا من وسائل النقل القديمة. وبعد فترة من الزمن صنع الإنسان عربات صغيرة لها 4 عجلات تقودها الحيوانات، ثم تطورت وسائل النقل مع عصرنا الحديث، وأصبح لدينا وسائل نقل حديثة تساعد الإنسان بالتنقل والسفر من بلد إلى آخر، ونقل البضائع وسهولة الحركة وتوفير الوقت والجهد، ومنها الدراجات الهوائية. الدراجات الهوائية من وسائل النقل الحديثة. السيارات الصغيرة. السيارة من وسائل النقل الحديثة. الحافلات. الحافلة من وسائل النقل الحديثة. القطارات. القطار من وسائل النقل الحديثة. السفن. السفينة من وسائل النقل الحديثة. الطائرات. وأيضا الطائرة من وسائل النقل الحديثة. والآن يا صغاري، اذكروا لي بالترتيب وسائل النقل من القديم إلى الحديث بفيديو قصير، وشاركوه مع أصدقائكم، وشكرا جزيلا.